caméra 5 étoiles. في هذه الحلقة قبل ما ياخذ الزاب الغرفة خصو يوافق على القانون الجديد ديال لوطي. وبيني وبينكم شكون غادي يوافق على هذا القانون؟ شوفوا واش غادي يوقع. إذا عندك أكثر من 4 كيلو ديال الحوايج غادي تخلصي عليها على الزيت 20 درهم، ولا نعشتي أكثر من 7 السوايع غادي تخلص على الزيت 10 درهم الساعة. بس عارفين القانون رخيصة. اخويا كيفاش هادشي هذا؟ ما عرفتش انا طالع للتياره كيفاش هادشي؟ ما عمرو واقع واش انت سبعة سوايع نزيد كل ساعه نزيد فيها 30 درهم؟ هادشي راه ماشي معقول، ما كاينش هادشي، ما واقعش هادشي هذا. باش منين كتسني؟ منين جيت نقولك حنا دابا القانون ديال لوطيلا لالا لا بدي كضحك. لا انا ما كنسديش حتى القانون، انا بغيت العمل. انا ما كنسديش حتى القانون، انا شي هضره. عمرني انا ما شفتو كاع شي حد داخل، ما عمرني انا هادشي شفتو في هذاك. الله يجازيك بخير، الله يرحم الوالدين. هادشي هذاك هادشي ما باقيش انا يا خويا، ما باقيش انا يا بيت، ما باقي بعد ننزل في هذا الوطن. الله يجازيك بخير. فين سيدي عمرك شفت هذا القانون؟ فين كان هذا القانون؟ وريني فين عمرك شفت هذا القانون. 20 درهم ماشي كثيره. شوف اسيدي راني لك خصنا ديال عطيت هذا الشيء اللي معاك، عطيت هذا الشيء اللي معاك. الله يجازيك بخير. شوف الله يرحم الوالدين، الله يجازيك بخير. عطيني انا يا عطيني الله يجازيك بخير. وانت بالنسبه لك انت انت هو المدير ودير هذا القانون. هذا جاي عيان باغا غير نرتاح، باغا غير نرتاح. شوف اسيدي انت بان ليا كتفلى عليا، الا ما كنتيش كتفلى راه لي راك خدمه الصوره ديالي بغيت نمشي فحالي صافي. شنو واقع شي شتكم كت شنو واقع؟ قلت لها يلاه شت 30 درهم ورينا القانون ديال لوطيل كيف ورينا. فين عمرك شتي هذا القانون؟ فين عمرك شتي هذا القانون؟ فين؟ الاخت شتي هذا القانون اللي داروا يعني داروا على الناس كاملين. قال لي انا رديتي لها هذا الشيء هذا؟ رديتي لها هذا الشيء هذا؟ لا واخا رديتي لها هذا الشيء هذا؟ لا هادشي هادشي ماشي معقول، ماشي معقول. الله يجازيك بخير، سمح لي الله يستر عليك. وهادشي ما تشجعش ما تشجعش عليه، الحاجه اللي غلط راه غلط. الله يجازيك بخير. وشوف الله يجازيك بخير. سيت شني انت 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 شني خليني محترمه انا بابا. القانون ديال لوطيلا معقول، ما تدخليش بيني وبينك. هذا الشيء راه غير معقول. الله يرحم الوالدين. والله يجازيك بخير. ايوا خليني نتكلم مع السيد. ولا لا كارت انا ما بيعتوها ليا، لا كارت ديالي ما بيعتوها ليا. غادي نضربك تمشي ديري لاسيس بعدا واحد شويه تجاري. ما بغيتش اسيدي لاسيس. شوف انا يا الله يرحم الوالدين ما تمنيش انا نزيد لهذا المحل. الله يجازيك بخير. الله يرحم الوالدين. الله يرحم الوالدين. تسمي عليا ولا لا؟ داك حاشا حاشا ولكن انت ما كتفلاش عليا. والله الا كتفلا شو عطيني لاكارت؟ علاش اخويا علاش ما يعطينيش هذاك؟ علاش دخلك؟ واش تهضر انا مع المدير؟ الله يرحم الوالدين. تهضر انا مع المدير. واش راه سيدي واش راه سيدي بحالك؟ سير الله يرحم الوالدين بحالك. سير سيدي بحالك الله يرحم الوالدين. لا ما تمشي بحالك. سير هذاك سير الله يجازيك بخير. شوف الله يستر عليك. ما بغيت لا حظ ما بغيت والو، ما بغيتش اون سياس. عطيني لاكارت ناسيونال ديالي، بغيت نمشي فحالي صافي. ما بقيتش بغيت تدخل فواحد الامور اللي هذاك ما غاديش تشجع في هذا الحاجه اللي هي خايبه. الله يرحم الوالدين. خليني انا كنشوف الله يستر عليك. لا الله يرحم الوالدين. خليني انا تنهضر مع المسؤول هنايا هو المدير. ما تدخلش اسيدي ما تدخلش. والله ما يمشي سامحت ولا ماشي سوقك بيني وبينه. انت شنو صاوب شنو دخلك؟ هو المدير. الله يرحم الوالدين. الله يجازيك بخير. اسمعني شوف الله يستر عليك. شوف خليني الله يرحم الوالدين. ما بقاش تدير هذاك اسميتو. ما تدخلش في امور اللي هي ما تدخلش. كيبقى ابا ما تدخلش ما تدخلش في هادشي. كنقدرو كنحترمو هي فنان، ولكن هادشي خارج الفن. ما بغيتش تشكونيش، غادي تخلصي لنا يومين.
لان تضربات لها فهمتي دابا تضربات لها 50 يوم ما تخدمي الله يخليك انت تورق معايا الله يرحم الوالدين ديالك سني ديالك عطيوني انت انا ذكرت ديالي ما بقاش بيا يا سوالي اش ما قلتش هي دابا تشكيري بردي ارقام يا خالد كاميرا عرفتوني يا صاحبي ما بقاش هذا بارك عواسركم الله يدخل رمضان بالخير والسلامة والجميع والجميع المسلمين رمضان مبارك سعيد كنتمنى لكم يدخلكم الصحة والسلامة إن شاء الله ذكريات في قلبي ليها كل يوم نتوحشها مشتاق بزاف نشوفها ما كان عندي غلا منها كاميرا سالكت وعيد